على مدار 7 سنوات شهد صعيد مصر نهضة تنموية غير مسبوقة ظهرت جليا خلال افتتاحات المشروعات القومية الكبرى للرئيس عبد الفتاح السيسي. اهتمام غير مسبوق وضع محافظات الصعيد على الخريطة التنموية بتوجيهات من القيادة السياسية. محافظة أسيوط التي شهدت افتتاح أحد أكبر المشروعات المائية على ضفاف النيل بعد السد العالي وعلى مساحة 1,650,000 فدان وبتكلفة قدرها 6,500,000,000 جنيه. ولربط التجمعات التنموية الصناعية بالمحافظة تم إنشاء محورين جديدين هما صملوط وديروط، حيث تبلغ مساحة محور صملوط 24 كيلومترا وبتكلفة ناهزت 3 مليارات جنيه للربط بين الطريق الصحراوي الغربي والزراعية. أما محور ديروط والذي تبلغ مساحته 15.600 كيلومترا وبعرض 21 مترا وبتكلفة 1,700,000,000 جنيه. وحظيت أسيوط بنصيب 1,600 كيلومترا من المشروع القومي لتبطين الترع، استهدفت المرحلة الأولى منه تنفيذ 192 كيلومترا بتكلفة تصل إلى 600,000,000 جنيه. مشروعات تنموية وخدمية تستهدف تطويرا شاملا للبنية الأساسية والخدمات الاجتماعية والأوضاع الاقتصادية، فضلا عن تحسين أوضاع الفئات الأولى بالرعاية في صعيد مصر الذي أصبح ينبض بالحياة بتوجيه من القيادة السياسية. علاء منتصر، النيل.